بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم طلابي الأعزاء، رمضان مبارك على الجميع. اليوم إن شاء الله نبدي بأول مختبر من مادة الفصل الثاني اللي حتكون عن الهلمنتس. طبعا قبل ما نبدي بالديدان نسأل سؤال، إذا تتذكرون what do protozoa mean، شنو تعني البروتوزوا؟ فكروا شوية بي وحننتقل للسلايد اللي بعده، حنشرح وحتوصل لكم الإجابة من الشرح، راح تبين عندكم. What are the helminths؟ ما هي الديدان؟ الديدان هي طفيليات متعددة الخلايا multicellular تدعى بالميتازوا. من هنا راح توصل لكم فكرة لإجابة السؤال السابق، أنه مصطلح ميتازوا هنا اجى يعني انه هو مالتي سيلولار. الديدان هي قلنا طفيليات متعددة الخلايا، اطلقنا عليها مصطلح الميتازوا، بينما كانت البروتوزوا هي طفيليات يونيسيلولار، وحيدة الخلية كان يطلق عليها بالبروتوزوا. الديدان اللي تصيب الانسان راح تكون عندنا على نوعين، أو راح تقسم إلى شعبتين. أول شعبة اللي هي فايلم بلاتي هيلمنتس اللي هي الديدان المسطحة، والشعبة الثانية اللي هي فايلم النيمات هيلمنتس اللي هي الديدان الخيطية. راح ناخذ كلاسات لكل شعبة. شعبة الديدان المسطحة راح ناخذ عليها تو كلاس، كلاس السيستودا اللي هي يطلق عليها التيب وورمز الديدان الشريطية، وكلاس التريماتودا اللي يطلق عليها بالفلوكس اللي هي المثقبيات. بينما النيماتود النيماتلمنس راح ناخذ من عندها فقط كلاس واحد اللي هو يصيب الانسان، هو راح يكون كلاس النيماتودا. اليوم ان شاء الله راح ناخذ فايلم البلاتي هيلمنتس اللي هي ايضا راح تكون تيب لايك. راح ناخذ صفات مميزة عن هذا الفايلم. راح نبدي اول شيء بانه تكون هي فاقدة للالمنتري كانال وين بكلاس السيستودا، بينما تكون الالمنتري كانال انكمبليت فاقد للانس بكلاس التريماتودا. اذا هاي النقطتين نفرق بيناتها، انه كلاس السيستودا يكون فاقد لكل الالمنتري كانال، بينما كلاس التريماتودا يكون الالمنتري كانال مفقود انكمبليت يعني غير مكتمل فاقد للانس. البودي كافيتي يكون ابزنت، التجويف الجسمي يكون مفقود. معظم ديدان هذه الشعبة تكون هرموفرودايتس. هرموفرودايتس هي تكون خنثية، يعني الأعضاء الذكرية الأعضاء التكاثرية الذكرية والأنثوية متواجدة في نفس الدودة. اليوم إن شاء الله رح ناخذ أول كلاس هو كلاس السيستودا، ورح ناخذ عليه دوتين. رح ناخذ التينيا سوليوم، الكومون نيم إلها بورك تيب وورم، دودة الخنزير الشريطية، ورح ناخذ التينيا ساجيناتا، الكومون نيم إلها اللي هو بيف تيب وورم، دودة البقر الشريطية. نبدي بأول دودة اللي هي التينيا سوليوم، دودة الخنزير الشريطية بورك تيب وورم. رح ناخذ الأدلت وورم صفاته. الأدلت وورمز يعني الدودة البالغة، شنو صفاتها؟ طبعا هنا الدودة بهذا الفايلم راح تتكون من شنو؟ من ثلاث أجزاء، رأس وعنق وجسم اللي هو البدي. راح نجي واحد واحد ندرسه بصورة مبسطة وبالتفصيل. راح نبدي بالأدلت وورم مالتينيا سوليوم. الأدلت وورم مالتينيا سوليوم أول شيء نجي ندرسه بيها هو السكولكس الهيد. الهيد مصطلح سكولكس يعني الرأس، راح يكون سمول، يحتوي على 4 سيركولار سكر. بتلاحظون الأسهم البرتقالية هاي هي المحاجم. طبعا عندي هنا بالصورة طالع بس محجمين اللي هي الأمامية، وعدها محجمين خلفية. إذا تحتوي على 4 سيركولار سكر، تستخدمها من أجل الالتصاق يعني من أجل الاتاتشمنت،
تكون هاي الفور سيركولار سكار مجهزة بالروستيلام، الروستيلام اللي هو مأشرين عليه بالسهم الأزرق. هذا الروستيلام هو كخرطوم أو بروز يتواجد في مقدمة رأس الدودة. هذا يكون مسلح بصفين من الأشواك، هاي الأشواك راح تكون متبادلة large and small، مثل ما تلاحظون بالصورة انه هو تركيب يكون بارز في مقدمة رأس الدودة، طبعا قابل للانبعاج انه ينبعج او يطلع للأمام حسب احتياج الدودة حتى يساعدها بالالتصاق بالأمعاء. هو هذا الروستيلام، ويكون هنا مدعم بالأشواك. نجي على النيك، النيك للتينيا سوليوم حيكون short and thick مثل ما تلاحظون بالصورة short and thick. نجي على القطعة الجزء الثالث من جسم من الدودة اللي هو الستروبيلا البادي، مصطلح ستروبيلا يعني بادي جسم الدودة، راح يكون مكون من قطع بروغلوتيد يعني قطع. هذه القطع عددها أقل من 1000، أقل من 1000 قطعة، يعني هذه الدودة راح تكون شوية أقصر من الدودة اللي تليها، إذا عدد القطع راح يكون أقل من 1000 قطعة. جسم الدودة مقسم إلى 3 مناطق، قطع تكون immature segment تكون تجي بعد النيك، هاي الاماتشور سيجمنت تكون قطع غير ناضجة بعدها محاوية على الأجهزة التكاثرية، تليها الماتشور سيجمنت اللي هي تحتوي على أعضاء التكاثر الذكرية والأنثوية في نفس القطعة، مثل ما تلاحظون بالصورة موجود عندنا الفيجاينا، موجود عندنا الأوفري، موجود عندنا السبيرم داكت. ونجي على الجزء الأخير أو المقطع الجزء الثالث من البادي مال الدودة، راح يكون هو الجرافيت سيجمنت، بعد ما هذه القطع الناضجة صار بيها التلقية راح تعطيني بيوض، قطع جرافيت سيجمنت اللي هي القطع الحبلى مثل ما تشوفوا بالصورة الأخيرة، هذا الأوفري اللونه أسود وبداخله البيوض، إذا هذه هي القطع الحبلى اللي تحتوي على البيوض، راح تكون wider than long، راح تكون أعرض من الطول. هذه الصفة اللي تميز دودة الخنزير الشريطية. الأدلت worm of تينيا ساجيناتا، هسه الدودة البالغة لدودة البقر الشريطية شنو صفاتها؟ الهيد اللي هو قلنا إلى مصطلح ثاني اسمه السكولكس، هنا يكون فاقد للروستيلم، لا يحتوي على روستيلم ولا على أشواك، فراح تسمى بالأنارمد تيب وورم، دودة شريطية غير مسلحة، يعني هذا كومون نيم ثاني إلها، هي موتينيا ساجيناتا الكومون نيم الأول بيف تيب وورم، الكومون نيم الثاني راح يكون الأنارمد تيب وورم، دودة شريطية غير مسلحة، مثل ما تلاحظون الصورة تحتوي على فقط على 4 محاجم فاقدة للروستيلم أو والهوك. النيك هنا راح يكون يختلف عن النيك بالتينيا سوليوم، راح يكون long and narrow، هناك كان short and thick. الستروبيلا اللي هو البادي راح يتكون من 1000 قطعة إلى 2000 قطعة، يعني هنا طول الدودة أكثر من التينيا سوليوم، التينيا سوليوم كان عدد القطع أقل من 1000، هنا من 1000 إلى 2000. طبعا مصطلح بروغلوتيد أو سيجمنت اثنيناتهم صحيحة للقطع. الماتشور والإماتشور سيجمنت هما نفس مواصفات التينيا سوليوم، راح يكون الاختلاف هو بالجرافيت سيجمنت. الجرافيت سيجمنت القطع الحبلى للتينيا ساجيناتا راح تكون هنا longer than wide، بينما بالتينيا سوليوم كانت أعرض من الطول. راح ناخذ هسه البيوض، بيوض الدودتين راح تكون indistinguishable، ما نقدر نميز بين بيضة التينيا سوليوم والتينيا ساجيناتا لأنه يتشابهون. راح يكون صفاتها انه هي راح تكون spherical، هي تكون دائرية، تحتوي بداخلها على full developed embryo، جنين متطور بصورة كاملة يدعى بالoncosphere.
اوكي هذا الجنين راح يكون ثلاث يحتوي على ثلاث ازواج من الاشواك فيدعى بالهكساكانث امبريو. طبعا بيضة التينيا ساجيناتا تصيب فقط الكتل، فقط الماشية، ما تصيب الهيومن، تكون not infected to human. بينما بيوض التينيا سوليوم راح تصيب البيجز والهيومن، تصيب الخنازير وتصيب الإنسان أيضا. نجي الآن إلى اللارفات. كل دودة إلها يرقة معينة وإلها اسم معين. أول يرقة راح ناخذها سيستي سيركس بوفز اللي هي تكون يرقة التينيا ساجيناتا. نربط بيناتهم تينيا ساجيناتا هي البيف تيب وورم يعني دودة البقر الشريطية، مصطلح بوفز أو بوفين هو يعني بقري، فحتى نربط بين إنه هاي اليرقة تابعة لهاي الدودة. هذه اليرقة هي راح تكون الطور المعدي للهيومن. تذكرون قبل شوية من أخذنا الإيجز قلنا الإيجز راح تكون انفكتد فقط للكتل، ما تصيب الهيومن، بينما اليرقة هي اللي راح تصيب الإنسان وراح تسبب بداخله وجود الأدولت وورم. السيستي ساركاس تتطور، هنا السيستي ساركاي راح تتطور بداخل عضلات فقط الأبقار والجاموس، ما تتواجد بعضلات الإنسان. ليش؟ لأن الإنسان هو راح يكون ديفينيتيف هوست لهذه الدودة، يعني مضيف نهائي. بما أنه هو مضيف نهائي إذا راح يحصل بداخله التكاثر الجنسي، يعني راح تتواجد بداخله الدودة البالغة. الدودة البالغة راح تكون موجودة بالأمعاء، فإذا لا ما تتواجد بعضلات الهيومن، فقط بعضلات الكاو والبافلو. نجي على اليرقة اللي تابعة للدودة الثانية اللي هي سيستي ساركس سيليلوزي، راح تكون بما ان حفظنا سيستي ساركس بوفز هي تابعة للتينيا ساجيناتا، اذا الثانية راح تكون تابعة للتينيا سوليوم. هذه اليرقة راح تكون انفكتيف فورم ايضا للهيومن بالاضافة للايج. قلنا قبل شوية انه ايج الايج مال تينيا سوليوم هي تصيب الانسان وتصيب البيج، وبنفس الوقت ايضا اليرقة راح تصيب الانسان، اذا راح يكون عندي طورين يسببون الاصابة للهيومن. هذه اليرقة ممكن ان تتطور بداخل اعضاء الانسان وبأعضاء البيجز. طبعا اذا انصاب الانسان عن طريق اليرقة راح تتواجد الدودة البالغة بالامعاء، واذا انصاب الانسان عن طريق الايج، الايج راح يطي اليرقات، واليرقات راح تهاجر الى اعضاء مختلفة من جسم الانسان، سواء الدماغ او الكبد او الرئة او راح تسبب او القلب، حتى القلب راح تسبب مرض يدعى بالسيستي سيركوسيز. اذا لهنا راح ينتهي درسنا لهذا اليوم، واني حاضرة لاسئلتكم حتى نجاوبها، وشكرا جزيلا لكم.